متأكد إن محدش شافك وأنت بتركن تحت؟ يا ماهر والله العظيم فلتت منه، وعموما يعني ما تقلقش أنا ما ركنتش تحت المكان بالظبط. شكله الراجل ده؟ كان راكب مكنة ولابس جاكيت زيتي، بس أنا ما شفتوش قبل كده. مش عارف عايزين مننا إيه يا عيال. فلتش منهم ولا حاجة يا عيال. لازم ننزل من هنا بسرعة. ليه في ايه؟ كانت واجهة تحت. يا عم مفيش هجيب. هتبقى ننزل من السطح التاني، فين مفتاح الموتوسيكل؟ هتلاقيه قدام فوق الناحية التانية. هتجيب برضه وتجيب. يا عم النبي. الفرن هناك اهو. والله رايح اشوفهم بعناية الاثنين جايين هنا يا ريس. يعني ايه يعني هم اختفوا؟ هو احنا هنروح عند كابتن جمال النهارده؟ لا. امال هنروح فين؟ ورد معرفش يا رحيم، ابوك بيشوف اهو. طب ما تودوني عند كابتن جمال، على الاقل هعرف العب مع ابنه كريم. انت يعني عايز تروح تلعب مع ابنه وتسيب امك؟ لا ما انا عاوز اقعد معاك انت كمان برضه. والله يومين ثلاثه وربنا يوعد. والتمرين؟ هتروح. بس مش هتروح عند عمك جمال في المكان المعفن بتاعه ده، لا هتروح في المكان الحلو، الملعب بتاعك الكبير اللي انت نفسك فيه. سيب المكنه السعيد عند الساحه واتكلم ادم الدهان. بكلمي حياه. مش مالكي نفسي. بعدين كلمها اقول لها ايه؟ طمنيها علينا. مش اللي اطمن انا لابوك. عارف اللي بيدور في دماغك. اللي هو تفتكر اللي حصل ده عين عليا. نروح فين يا ابني؟